كابتن شادي محمد نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر الاسبق، مساء الفل. استاذ محمد مساء الفل حبيبي، ومساء الفل على كل مشاهدينا. اخبارك انت دلوقتي؟ بقيت رجعت للشاشه وبتنافسنا ما تقلقش ما تقلقش، واحده واحده. لا احنا اصحاب من ايام الجيزه. طبعا طبعا منورني طبعا، حبيبي. وعندي ملاحظتين. اتفضل. انه جمهور النادي الاهلي مش بس حزين على الهزيمه من ريال مدريد، ده حزين كمان انه الاهلي بيلعب على البرونزيه دلوقتي. يعني وصل انه حزين انه بيلعب على البرونزيه وانه خسران من ريال مدريد. تفسيرك ايه وقول رايك ايه في القصه دي؟ عشان دي مكانه النادي الاهلي، بالمره الثامنه بيوصل لكاس العالم للانديه، واداء النادي الاهلي خصوصا في المباراه الاولى قدم مباراة طيبة جدا، فيها كل أنواع الكرة الحديثة، التحرك بدون كورة طمعك. رحت المباراة التانية كسبت في هدف في الآخر كالعادة في الأوقات الأخيرة بروح النادي الأهلي. ثم هتقابل ريال مدريد. أنا شايف نقط مهمة جدا في المباراة، بعيد بقى عن التحفيل وجو العيال الصغيرة بتاعت السوشيال ميديا ده، موضوع أكبر وأرقى من بشوف بعض الحاجات بصراحه. الناس غير مسؤوله، مش هقول غير كده بصراحه. الموضوع كبير قوي، وانا بصراحه قبل اي كلام بشكر لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني. انا افهم بعض الحاجات بخبراتي في كاس العالم للانديه مش ناس كتير تلمسها. يعني مثلا يعني لو كان كمل بنفس الريتم وما جذبش كان النتيجه هتطلع اربعه، انا بقول لك لا خلاص اربعه زي سته زي واحد، انت خلاص هتخسر هتخرج. فلازم بعمل تغييرات هجوميه وبروح اضغط. انا شفت في الدقيقه 70 او 75 وهي 2-1 النادي الاهلي شخصيته الحقيقيه ظهرت وضغط بكل قوه. بيضغط مين؟ بيضغط ريال مدريد. وبكل قوه وضغط منظم اثر عن فرصتين. تمام. لو كانت جت فرصه منهم كان الاهلي هيتعادل. تمام. وعلى فكره في بدايه المباراه النادي الاهلي احرج ريال مدريد كلام كوره، واللي شاف الماتش انا بشوف ان النتيجه لا تعبر عن سير المباراه. مش دي النتيجه. لا وفي فرص حتى في الشوط الثاني وبعد 2-0 والاهلي رجع بكره معلول البينالتي وبعد كده ضيع قفشه، وكان الشوط الاولاني كره عبد المنعم اللي بدماغه وكره شريف توقيتات لاعبي النادي الاهلي استغلال. انت بتقابل ريال مدريد لما يجي لي اربع فرص لازم اجيب الاربع فرص، لان الفرص مش بتتاح لك كتير. مظبوط. النادي الاهلي في توقيتات في كوره بدايه المباراه كورتين ورا بعض، كوره محمد عبد المنعم دي بالهيد، انا من وجهه نظري غمض عينيه فتح عينه وحطها في الارض هدف بنسبه 100% وجابها 300 مره عبد المنعم. بالظبط. يعني هو مميز في دي اصلا عبد المنعم، ده اللي يجننك اكتر يعني. بالظبط. في كوره ثانيه سهلة جدا 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 قطع احمد عبد القادر ثم مررها في مساحة فاضية جوه ال 18 لمحمد شريف في اول الماتش، يتسرع وشاط لو عملها بالعرض لو لتحت. ما لسه كنت بقول لسه في الدقيقة 12 دي. بالظبط. في اول المباراة دي جون دي. بالظبط. يعني انا بقول يا جماعة دي هم نفسهم بيعملوها كده. ريال مدريد لتحت دي بيروحوا على الجون. اقول لك على حاجة، في كورتين مش هقول لك بقى فرص ثانية، في كورتين انت بتكلمني انا بقى انا والله بحاطط على الشاشة الكرة بتاعت شريف اهي اللي هو اللي بالزبط. بيشوط المفروض لو عملها لتحل عبد القادر جون. في واحده بقى بالنسبه لي الاستلام فرق والنتيجه كانت هتفرق مع النادي الاهلي بشكل كبير جدا. دي انا بكلمك على النادي الاهلي راح كان نت قبل ما كوره قفشه يا كابتن شادي دي جون. كوره قفشه مفيش كلام خالص، دي جاب اصعب منها 100 مره. هقول لك على حاجه، عشان التايمنج الكوره عملت باند راحت راحه لعبها بقصبه رجله مش ببطن رجله. تمام. فراحت كده. تمام. في كورة بقى محمد هاني مررها طويلة لمحمد شريف من حوالي 40 ياردة ومحمد شريف يروح انفراد، محمد راح للكورة، لا أروح بجسمي أخلي المدافع في ظهري، يا هدف هروح انفراد يا طرد هيضربني. مظبوط مظبوط مظبوط. كورة بتاعت كهربا، كورة كهربا لو عبد القادر تابع جون. بالظبط. وفي كورة بقى لو ركزتوا فيها مش كتير يعني لاحظوها، كرة كهربا بوش رجله لعبها ضعيفة. انت عارف لو كهربا فوتها وعملها ببطن رجليه احمد عبد القادر على شماله جون. ولو عبد القادر تابع حتى لانها وقعت يعني الجون. بالظبط. لو تابع وكرة حسين الشحات التسديدة اللي على الارض دي. بالظبط. انا اقصد ايه يا استاذ محمد؟
خلينا نقول النادي الاهلي قدم مباراه كبيره، ما استغلش الفرص والاخطاء الفرديه بعيد عن السبع ده الاخيره اللي خلاص ثلاثه انت احبطت، الاخطاء الفرديه اللي ما ينفعش تحصل امام فريق كبير بحجم ريال مدريد. الحاجه الاخيره كمان ودي مهمه، ان انت احترمك، ولازم نفهم فريق 850 مليون يورو قيمه التسويقيه بتاعته داخل على مليار، يعني انت بتتكلم بيختار من مليار يورو يعني بالظبط، فانت وانت 30 مليون يورو اقل كمان. فانت الفجوه في ايه هنا؟ بس الناس عشان نوعي الناس، الفجوه اللي موجوده فجوه في طرق اللعب، ده امكانياته، ده فاللاعب ده بينفذ، ده تحرك بدون كوره، ازاي العلم داخل جوه الموضوع. وخد بالك حتى وانت بتكلمني دلوقتي انت بتكلمني في تفاصيل صغيره، دي الفرق بقى. يعني انت بتقولي لو مثلا شريف في الدقيقه 12 الكوره دي عملها لتحت دي جون، فهو ما عملهاش لتحت، لو فينيسيوس هيعملها لتحت بالظبط. هو دي الفروق اللي انت بتقولها لي. دي الفروق اللي انت بتقولها لي بالظبط. محمد انت حطيت ايدك على اللي انا عايزه اقوله بالظبط، اللي هو بيفرق المنتاليتي، اللاعب متعود بيعمل ده وبيتحرك بتاعه، وامتى يستغل المهاره وامتى يوظف، وامتى التحرك تحس اللي هم بيلعبوا. بس يا كابتن شادي، نادي زي الاهلي مع الماتشات دي، تطور الاداء اللي احنا بنشوفه ده، وفرض شخصيه دوليه ليه بهذا الشكل، انه ينزل مش هايب وشغال ومضيع، انا في رايي انه لازم يعمل ماتشات وديه كتير بعيد عن يكونوا ماركتنج، يعني مع انديه زي دي، لان الاهلي وصل للليفل ده دلوقتي، يعني حافظ يعني لازم اداره الاهلي تفكر وتشتغل بعيد عن التسويق، مالناش دعوه ده جابت فلوس ما جابتش فلوس، دي قصه الاداره. لكن انا ليه مثلا في الشتاء وفي الصيف وفي الاوقات الـ مثلا الاستراحات او الاجنده الدوليه بتاعه المنتخبات او 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 ما اخشش الاعب اللي العب في الليفل ده، مع باريس سان جيرمان، مع مانشستر سيتي، مع اتلتيكو مدريد، مع عندنا مشكله في التوقيتات، المشكله انت بتلعب بتوصل بيك بتلعب 8 مباريات مؤجلات، عندنا مشكله في يعني انا اقصد يعني تتذاكر الاهلي لازم يبقى مذاكر القصه دي. انت انت متفائل ماتش فلامينجو الاهلي يكسب المباراه؟ ما اقول لك على حاجه، ماتش صعب جدا. تمام. يعني في نقطه فنيه، انت جالك وقت تحس اللي تبص تقول ريال مدريد هو بطيء ليه كده؟ لا، ده ذكاء في الكور، ده اسمه صبر الكور. اللي انا بمرر صح، اخلي الكوره انا ممتلكه، وطول ما الكوره معايا هيجي فيها جون ازاي؟ ثم امتى بيختار؟ دي فلسفه في اللعب بتاعت ريال مدريد. النهارده فلامينجو العكس، باور، سبرنتات، روح، مظبوط، قابل قوه وسرعه، لازم تاخد بالك وتعمل حسابك، عشان ده ماتش اصعب من ريال مدريد من وجهه نظري. فريق عبر عن نفسه، كان قوي، فرقه الهلال عندها ما شاء الله، فرقه الهلال يعني انا ببارك لهم. ده امبارح كان معايا عبد الجليل قال افيه جامد جدا، قال لك لعيبه إيه؟ فلامينجو كان نفسها تكسب الهلال عشان يمكن الهلال ياخد حد منهم. الواد انت عارف في السعوديه مرتبات قد ايه، واسماء كبيره جدا، ويعني عايز اقول لك الكواليتي بتاع حتى اللعيب الاجنبي في السعوديه اختلف جدا. دي حقيقه. دي حقيقه. النهارده خلينا بارك لفرقه الهلال، اداء محترم واداء شاغب جدا، وكمان ببارك لهم على التطور اللي في الرياضه السعوديه. كريستيانو النهارده جايب 4 يا عم في الوحده. ما انا هقول لك بقى، هقول لك، ما انت جاي على حبيب قلبي ده. ده حبيب قلبي ده ما شجعش الريال من ساعه لما مشي. ده جاب الاربعه، هو جاب الاربعه. ما هو ابعدوا عنه لما بيغضب، ابتدى يتهاجم، قال لهم تتهزروا معايا. لا مش تهاجم، ده جمهور النصر بعد الماتش بتاع الوحده، خسروا في السوبر السعودي، طالعين يقولوا ايه، مش عايزين كريستيانو يمشي. والله شفتها دي؟ ايوه ده شفتها على السوشيال وعلى اليوتيوب، قال لك لا مش عايزين يمشي. خلي بالك هو بيتابع برضه، من سهل، خلي بالك. ما كانش بقى كده، ما كانش بقى طبعا، يعني اللعيبه دي ليفل طبعا، يعني كل بيجيب الجون كانه بيجيب اول مره لغايه دلوقتي، ورغبه وطموح واصرار، ويعني الحقيقه نجوم كبار جدا. السبت هنبارك لك بقى ان شاء الله. يا رب. انا بس مره ثانيه، خلينا اللعيبه ارفعوا راسكم لفوق، مشرفينا، انتوا الجهاز الفني عملتوا اداء اكثر من مشرف، الجمهور مش زعلان الحقيقه، الجمهور كان طمعان لانه حس ان انتوا لعيبه رجاله واديتوا اداء كويس في البطوله.
دي حقيقة. تمام كابتن شادي، وانت من النجوم الكبار جدا ومن الكباتن التاريخيين للنادي الاهلي. بشكرك شكرا جزيلا، وان شاء الله نتواصل مع بعض قريبا ونهني بعض بعد مباراة السبت. شكرا جزيلا لك. هطلع فاصل، عندي بقى تفاصيل جامدة جدا هتشوفوا، هتتابعوا معايا بعض التقارير وفاصل وكده، وهطلع الفاصل بكهربا وسميته المستبد، لانه يبدو ان قضية كهربا ده يعني بتخليه مستبد في ادائه الفني. وقال له ايه يا ليلى، ايه كابتن مدحت كان قال ايه، يا ليلى رد على المستبد. فهنطلع لكهربا دلوقتي، بعدها عندي بقى موضوع مهم جدا بالحج لاعب الزمالك غير المقيد في البطولة في القايمة بتاعت في انتقالات يناير، عمل اجراء خطير جدا هقول لكم عليه بعد الفاصل. كمان هقول لكم مشكلة عرفناها هي السبب الرئيسي في تراجع مستوى احمد سيد زيزو، ودي حاجة كانت مفاجأة جدا. وهقول لكم كمان عمرو السولية التشخيص بتاعه بعد الإصابة اللي لحقت بيه في مباراة ريال مدريد. نطلع على المستبد ثم فاصل ثم هنرجع، عندنا طبعا بكرة وهنتكلم طبعا بعد الفاصل عن مباراة الزمالك إن شاء الله وشباب بلوزداد، وفي الفقرة التحليلية أيضا مع نجمنا كابتن محمد عبد الجليل وزميلنا الأستاذ بليغ أبو عيد. عندنا فيريرا اللي بيجهز اسلحته للزمالك، وهقول لكم اسرار برضو في المحاضره اللي عملها فيريرا مع لاعبته وطلبوا ايه، وعندنا تقرير عن المؤتمر الصحفي لمستر فيريرا ولمحمد عبد الشافي الخاص بهذه المباراه، هنشوف قالوا ايه. وكمان عندنا المؤتمر الصحفي بتاع شباب بولوزداد برضو، المدير الفني بتاعهم نبيل الكوكي ومختار البلكثير اللي هو نجمهم يعني. وعندنا اراء للنقاد الرياضيين عن مباراة الزمالك، وعندنا ايضا تقرير عن البرونزية الرابعة التي يسعى اليها النادي الاهلي.